أجلي من هذه الساعة، ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. نحن بدنا قديسين. محبتك
وكون انت كمان قديس. قديسي الألفية الثالثة اخوتي ما رح نستوردهم من برا، رح نتطلع بولادنا وفيكن ونقول هودي هن. مشان هيك بدي قلكن الكنيسة المارونية اليوم مش جاية تقول مارون لإلي، لا اخوتي، بدي مسيرة حياتكن تكون فيها شهادة، فيها تضحيات، فيها سهر، فيها صمود. شوفوا البؤس اللي حواليكن اخوتي، شوفوا قديش في تعاسة، شوفوا قديش في فراغ، قديش عم بيبرد العالم. من هالنقطة بقول إذا عم بحكي عن البيدر مثل ما قال النص، كلكن بتعرفوا الترنيمة إن شاء الله القمحة اللي انزرعت بقلوبنا تموت وتنمى، هذا إنجيل اليوم، وتزهر الدسين ومحبة. إن شاء الله الناس اللي منشوفهم عدروبنا، منتلاقى فيهم عدروبنا، اللي بحطهم الله عدروبنا، اللي بحطهم الله عدروبنا، اللي منرتبط فيهم بدروب الحياة يتلاقوا بوجهك فينا يا ربي. طب هيدا الشيء شو بقول إخوتي؟ بقول بدي بصمتك يا هالإنسان، بدي دقات قلبك، بدي نظرتك الحنونة، بدي إذا أنا ألهمتك تلهم الآخرين. مشان هيك اليوم مارون اللي عم نقرأ عنه كان خميرة طيبة. أقيم بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد خدمة القداس الإلهي والاحتفالية بسر مسحة المرضى بعيد سيدة لورد من كل عام والمخصص للصلاة من أجل المرضى بالعالم. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة خدام الهيكل وبحضور عدد من المؤمنين. المرض، هالكلمة ممكن تكون مرعبة عند بعض الناس، وعند آخرين هي مجرد كلمة ما إلها أي صدى بحياتهم. اليوم وكل يوم الرب يسوع فاتح إيديه ليحكي لكل شخص تعبان، مريض، مهموم، أو حتى ممكن يكون غير مرغوب فيه لمرض معين، تعال أنا موجود عشانك، مثل ما عمل مع الشخص الأبرص وشفاء. فالقلب والعقل والروح منسلمها إليك يا رب وإحنا ملمضين. سؤال طرح الأب عريضة بعظته ليضل الجواب بقلب كل مؤمن ومؤمنة شاركوا بالصلاة، ليتساءل هل من الممكن أن ندع الله يطهرنا برأفته؟ ولكن قبل يجب أن نقتدي به ونشفي نحن أيضاً البرص المنبوذين من حولنا، سواء بلمسة من إيدينا أو نظرة دافية من أعيننا. إذ يقول ينبغي عليه ليس فقط أن يحيظ منفرداً خارج المخيم ولا يسمح له بأن تكون ملابسه لائقة وأن يمشط شعره ممنوع، إنه مرغم على تغطية وجهه لكي لا يخيف طريقه، هو المنادي عند اختلاف أي شخص آخر منه
نجس نجس. هل بإمكانك تتخيل معاناة عميقة لشخص بتآكل جسدياً وهو بالإضافة إلى ذلك محتقر ومردود اجتماعياً؟ كيف يمكن لرجل أن يتجرأ على الاقتراب من يسوع ويدوس المحرمات وغضب الشعب وأن يطلق صرخته في طلب يد الاستسلام إذ يقول إن شئت فأنت قادر على أن تبليني؟ ما تفرض نفسه ولكن نعرف قضيته رغبته، وبيقول بإيمان يدعو الإعجاب ليس كما أنا أشاء بل كما أنت تشاء. وخلال القداس تقدم بعض المؤمنين بكل إيمان وخشوع لوسط الكنيسة لينالوا بركة هالسر من خلال مسحة بالزيت المقدس. مسحة المرضى بتمد الشخص المريض بنعمة الروح القدس ليزداد ثقته أكثر بربنا ويتغلب على تجارب الخبيث ومخافة الموت، بالإضافة للقوة اللي بحصل عليها ليحتمل الأوجاع ويقاومها. بالنهاية لابد من المؤمن على طلب المسحة كل ما دعت الحاجة والتخلي عن عادة التأجيل. فسر مسحة المرضى هي مش آخر خطوة نحو الموت، وإنما هي قوة ونعمة من الرب. من إربد لقناة نور سات، نيفين حداد. الكرك ما تفارق أحد، في البال ثابتة، بالقلب قاعدة، وبتاريخها صامدة. الكرم والكرامة والحشامة والنشامة من أصول الكركية، زنودهم مشدودة وعشائرهم معروفة، إلها مواقف رجولية وقواعد ملوكية. عمرنا في يوم ما شعرنا بأي اختلاف أو فرقة، أو يعني عايشين كعائلة واحدة، أفراحنا واحدة، أتراحنا واحدة، أعيادنا بنعيط مع بعض، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر أو عيد الميلاد، كنا عيلة واحدة. أما عن الفزعة هم أهلها وأصلها، وقولهم فعل من أبشر لحياك الله. مرة صار خلاف بالكرك، بتزعلوا اثنين، فواحد بسحب بندقية على الثاني، واحد من إخواننا الإسلام واحد من إخواننا المسيحيين، فبصير مشكلة صغيرة، فبصير جلسة عامة يبحثوا الموضوع، فكان من الموجودين رحمة الشيخ غانم، فواحد من إخواننا كان شوية معصب فبده لازم يجي يجيب البندقية ولازم أحط كذا وكذا وكذا وكذا، يعني شروط قاسية، فترك الإسماء وطلع، قال السلام عليكم اللي بدكم إياه سووه. ما صار واصل للبيت ولا كل إخواننا جايين عليه على البيت. أبو عبد الله اعتبر الموضوع منتهي. المنسف والفطيرة أكلتها الشعبية.
الأكل الرئيسي في الكرك المنسف، يعني عندك ضيف عزيز أحسن أكل بدك تقدمه لضيفك المنسف. في الفطيرة، الفطيرة عرفت شو؟ خبز، خبز لازم يكون عويس، بخلطوه في اللبن، هذا فطيرة، هي فطيرة الدجاج، الدجاج مع اللبن مع خبز عويس، هاي الأكل الثاني بعد المنسف مع سمن بلدي وسلامتك. هاي الأكلات يعني الرئيسية اللي هي الفطيرة والمنسف. الكرك فيها مساحة جمالية وقدوة تاريخية، مباني سكنية وأثرية تروي قصص وحكايات إلها قيمتها ومكانتها بقلوب كل الأردنية. تجمعنا عائلة واحدة لا فرق بيننا، عمر ما كان الدين حاجز بيننا أو مجال لخلاف. ترأس الأب جورج حداد نائب كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم القداس الإلهي في كنيسة ماري فرانسيس، حيث امتلأت الكنيسة بطلاب مدرسة الأحد برفقة الراهبات والمرشدات والمعلمات. وحث الأب حداد في القداس الأطفال بالتقرب دائما للكنيسة من خلال هذه اللقاءات التوعوية المتنوعة اللامنهجية ومواصلة حضور اجتماعات مدرسة الأحد. وبعد القداس توجه الأطفال لساحات مدرسة ترسنطة حيث أقيمت عدة فعاليات دينية وترفيهية من تراتيلة وفنون وألعاب ومحاضرات دينية. تعاون مع كمان مع معلمين تربية التعليم المسيحي في مدرسة الأحد، نتجمع بنجمع الأولاد عندنا في يوم الجمعة، بنجمعهم في المدرسة بنبدأ برنامجنا في القداس الإلهي، ومن ثم في التعليم المسيحي ونشاطات مدرسة الأحد. طبعا مدرسة الأحد هي مدرسة الفرح، مدرسة المحبة، مدرسة اللي بتجمع كل هالأولادنا كلياتهم مع بعض، حتى هدفنا واحد نلتقي ونعرفهم على يسوع. هذا أنا بشكر هاي كمان هذه الفرصة، أشكر كل اللي بيساهمونا، اللي متطوعين معنا، اللي بيجوا معلمين مدرسة الأحد ومرشدين مدرسة الأحد اللي هم بسنين وسنين عم بيشاركوا حتى يوصلوا هاي الرسالة للأولاد، رسالة المحبة، رسالة الفرح مع يسوع دائما يعيشوها. فلمدرسة الأحد أهداف من خلال هذه اللقاءات الأسبوعية، وهو التعليم المسيحي للطفل لكي ينشأ تنشئة مسيحية صحيحة وتكون علاقة متينة ما بين الأطفال والكنيسة، ابتداء من سر العماد والسر الإفخارستية من خلال مشاركتهم في القداس الإلهي. هدفنا إحنا وجودنا مع هالولاد إنه نعزز فيهم الإيمان المسيحي حتى ينشأوا في كنيستهم في بيتهم الأم اللي هي حضنتهم. نشاطاتنا بتكون بتبدأ من الكنيسة من القداس ومنكمل في نشاطات تانية، نشاطات ترفيهية حتى نعززهم ينمو تنمية مسيحية صحيحة. وعلى كل خادم في مدرسة الأحد أن يكون القدوة الحسنة والمواصلة على الالتزام
وعيش الإيمان والمثل الصالح بالقول والعمل بالدعوة التي وكلها الله له. الهدف طبعاً إنه نقوي الإيمان ونعزز الإيمان عند الأطفال الصغار اللي كمان عندهم مشاكل كمان في مشاكل أسرية كمان، فإحنا بنحاول إنه نحضنهم أكثر ونعرفهم على الحياة المسيحية أكثر. برجع مدرسة الأحد عشان أصلي وأخدم مع أبونا جورج وأتعلم عن يسوع وأسمع تراتيل. لنورسات مارلين الحدوة من مدرسة الأحد بيت لحم. الإشارة عبر هذه الوسائل كان قداس البابا في البوار بيستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنشر زي ما تفضلتي التزاماتهم ومشاركاتهم واحتفالاتهم وغيرها، يعني شخصية مؤثرة بكون الإعلامي. فكان في لغة مشتركة بهذه المنطقة اللي هي اللغة الأرامية، كان يحكي بالأرامي السيد المسيح. فكل منقول للجميع اللي خاصة العاملين في القطاع الإعلامي إنه اليوم عيد الإذاعة، اليوم العالمي للإذاعة، نقول لهم كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم يا رب خدمة مباركة دائما بمشيئة ربنا وبتعليم ربنا السماوية، وين ما بتكونوا بكل مكان انتم بتنشروا المحبة، بتنشروا السلام، بتنشروا الطمأنينة، بتنشروا الخبر، والخبر الحقيقي، الخبر الصادق اللي يحمل السلام والطيبة لكل العالم. نحن حابين انه نتواصل معك ونشوف هالإذاعة اللي بلشتي فيها انت كمان وكملتوا في التلفزيون، وبتعطوا هلا دورات تدريب كمان للطلاب لاستعمال هذه الوسيلة. فكيف كانت أخت رندا بداياتك في هذا المجال؟ شوفي كيف، هلا انا عاده بديت زي ما نقول بالتلفزيون بقناه رؤيا، نعم، في 2011، وقبلها كان عندي تجربه سنه بس بي اي تي في، نعم، اللي ما طلعت على الهواء، نعم. فكنت دائما بحب الاعلام، شغفي اني اكون بالاعلام، انه هقدر اتعلم اشياء جديده، اوصل معلومات جديده. وبالفعل لقيت انه هذا المجال الاعلام، يعني بقدر أنا أحكي إعلام أكثر لأنه خبرتي أكثر تلفزيون، نعم، ولكن هو الإعلام سواء كان إذاعة أو تلفزيون هو وسيلة دائما للتعلم لكل إعلامي، يكسب الفرصة أنه هاي فرصة لإلك لتضلك تتعلم أشياء جديدة، نعم، أفكار جديدة، معلومات جديدة، تتعرف على وجهات نظر جديدة، وتكون أنت دائما أهل للثقة في المكان اللي انت موجود فيه. قديش بتشوفي ست لينا هل التحضير المهم هلا حاليا، يعني لازم الواحد يكون محضر المادة، يحضر التقرير، يحضر ثقافة الشخص المذيع بتأثر على أدائه، بتأثر على مصداقيته، مهم هذا الشيء، يعني ثقافة المذيع ما يكون مغيب عن الأمور الجوهرية أو الأمور المهمة إنه يعرفها. وهل بتشوفي إنه هذا الموضوع أو الثقافة أو العمق في التفكير والنظرة البعيدة موجودة حاليا في مذيعينا ومذيعاتنا في الساحة الإعلامية؟ يعني أول إشي الإعلام، خاصة الإعلام المرئي والمسموع، نعم، يعني إذا ما عندك الشغف وما عندك الكاريزما
خاصة لما بدك تكوني تقولي أعزائي المشاهدين، لازم الناس لما تشوفك ما تشيل المحطة، يعني لازم يكون عندك القدرة إنك أنت تجذبيهم. نعم. فلازم يكون في شيء من ذاتك. نعم. الثقافة والتعليم مستمر في مجال الإعلام. نعم. يعني ما بيوقف. نعم. لأنه التكنولوجيا متسارعة، يعني ما عم تلحقي، لازم تكوني عم بتعرفي شو عم بصير، شو عم بتصير تطورات، وتتابعي محطات يعني مش بس محلية، لازم تشوفي قنوات فضائية عربية، وتشوفي كيف كمان الآخرين العالم الغربي كيف بيغطي الأخبار. فأكيد في فرق حتى على مستوى تطويع التكنولوجيا في نقل الخبر، صياغة الخبر، اختيار الضيوف. نعم. كيف تطرحي أسئلتك، يعني هاي كلها مهارات تكتسب مع الوقت ومع التمرين، وأعتقد كل إنسان لازم يكون بده يتقدم لهاي المهنة لازم يكون عارف يعني وين حاطت إجريه، وتكون عنده رسالة كمان. نعم. لأنه الإعلام له وجهين. قديش مهمة شخصية الشخص اللي المذيع، وإحنا عم نحتفل باليوم العالمي للإذاعة، قديش الشخص اللي بيوصل هذه الرسالة عبر الأثير إنه يكون صادق من جوا عشان يكون كلامه صادق ليطلعه للمستمعين. شوفي دكتورة، أنا بدي أحكي لك شغلة، لما بلشت بالإذاعة كان قبل 18 سنة وما نعم. كان في سوشيال ميديا وما كان في تواصل. أنا نعم. يمكن أكثر جملة بحبها إنه الناس مثلاً بكون ماشي بيقولوا لي عرفناكي من صوتك. من صوتك. فيمكن من الأشياء الحلوة بالإذاعة إنه الأدوات البسيطة هي اللي بتوصل للناس. وأنا صرت أكتشف لو شو مكان ولو شو ما دخل وسائل جديدة للتواصل الاجتماعي أو أي شيء، المشاعر الحقيقية بتوصل للناس. ف المشاهد أو المستمع ذكي كثير، فإذا إشي مش طالع من قلبك رح يحسوا فيه، وإذا إشي فيه تصنع رح يحسوا فيه، فكل إشي من القلب يصل إلى القلب. حلو. دائما بحكي هاي الجملة. نعم أكيد، وهذا اللي بنشوفه دائما بأدائك أخت رندا. بدي أسألك، قدي مهم يكون المذيع عنده الموهبة، يعني المعرفة الثقافية والعلم والشهادة والدراسة كتير مهمين، لكن أيضا هل تحتاج أنه يكون عند الشخص موهبة؟ يعني أنا دكتورة ما بعرف إذا بتعرفي، أنا ما درست صحافة وإعلام. نعم. أنا درست تسويق، وأنا بالأصل ممثلة قبل ما أكون إعلامية. والله حلو، هي من أشياء عرفناها هلا جديد. برافو. ودخولي للإعلام كان بالصدفة، لكن الموهبة تثقل مع الزمن، تثقل مع الوقت، وتثقل مع التجربة. نعم. فحتى لو عندك موهبة هاي ما بتكفي، لازم الواحد يشتغل على حاله، يتدرب على حاله، ويقرأ ويتعلم ويشوف يعني ناس أكبر منه وأنجح منه بكل أنحاء العالم ويتعلم منهم. فإحنا كل يوم نتعلم بمهنة الإعلام. زي ما بتعرفي اليوم الإذاعة نوعا ما انسرقت بهجتها وبريقها مع بروز مواقع التواصل الاجتماعي للسطح خلال السنوات الماضية. يعني زمان أنا بذكر بال2009 أول ما بديت بإذاعة راديو روتانا، كانوا الناس عندهم فضول يعرفوا كيف شكل هذا الصوت اللي عم يسمعوه. كان في دفء وحميمية كتير كبيرة للإذاعات. احنا بنعرف انه الناس اتعلقت بأصوات على طبعا الإذاعات العالمية لسنوات طويلة. فاليوم احنا عندنا تحدي كتير كبير ان نقدر نواكب ونستمر في ظل ثورة مواقع التواصل الاجتماعي وثورة الفيديوهات السريعة والصور و هل تعتبري انه الصوت لوحده كان اكثر حميمية واكثر وصولا للمستمع من انه يصير صوت وصورة صار فقد بريقها وفقد المتابعة او الاهتمام؟ هلا انا بحن وبشتاق لايام الراديو البسيطة، زي ما ذكرت لك لما كان المستمع انت جزء من نهاره. نعم. جزء من نمط حياته، واحنا لأننا بنقدم برامج صباحية فبتحسي بتصيري جزء من الفقرات الدنيين، وعندهم فضول انه هم ما بيعرفوك، انت عم بتوصلي كل مشاعرك سواء اذا مبسوطة اذا زعلانة اذا غضبانة اذا حزنانة، كله بيوصل بس من خلال الصوت. فهذا اشي اصعب طبعا، لانه على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في كثير اكسسوارات بتساعد الاعلامي انه يوصل رسالته، ولكن على الراديو احنا بنحكي عن صوت بس. يعني الناس تخيلي شخص يحس بالقرب بس من صوتك، فهذا نعم. شيء كثير
مميز، وما بعتقد لا التلفزيون ولا مواقع التواصل الاجتماعي عندها هذا السحر خلينا نقول. ولكن اليوم اللي أنا بحكي إذا بدنا نكون يعني واقعيين ومش رومانسيين، أتوقع إنه الإنسان الذكي والإعلامي الذكي هو اللي بيقدر إنه ما يضله بس متمسك بالماضي ومتمسك بأدوات الماضي، لأنه الجيل تغير. الجيل اختلف، يعني يمكن اللي بالأربعينات وبالخمسينات وما فوق لسه بيستمتعوا بموضوع الإذاعات، ولكن إذا إحنا بدنا نحاكي الجيل الستعش والسبعتعش والعشرينات اليوم بدك تقربي منه. فأنا بعتقد إنه نقل المحتوى من الإذاعات، يعني عم نشوف عدد كتير كبير من الإذاعات اليوم صار يدعم الاستوديو بويب كام عشان يقدر يعرض البرامجه لايف، يقدر الشخص يحضرها من مختلف أنحاء العالم. فما بدي أقول هو تحايل على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نوعا ما بعتقد أنه الإعلامي الغير بارز على مواقع التواصل الاجتماعي أو الغير حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي عم بينظلم. ربيكا عودة، أنت ناشطة ومؤثرة على التواصل الاجتماعي وعلى منصات الإنستغرام وأيضا فيسبوك، وأيضا أنت كمان ناشطة اجتماعيا ومجتمعيا وملتزمة كنسيا وإيمانيا ودينيا. قد ايه بيأثر العمل الإذاعي والعمل الإعلامي؟ أنت طبعا دارسة إدارة أعمال ودارسة تسويق، لكن أخذ منك الإعلام وعلى السوشيال ميديا، لأنه كل اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا كمان الميديا كمان هن إعلاميات، لأنهم بينشروا خبر، بينشروا معلومة، والإعلامي هو اللي بينشر وبيبث أفكار وبيبث معلومات ومواضيع وبيثير وبطرح مواضيع معينة، وانتو هذا اللي عم تعملوه كمان من خلال منصات الانستغرام والتواصل الاجتماعي الاخرى. فخبريني المحتوى انتو اللي بتحطوه، ايش اهم الاشياء اللي بتحطوها في المحتوى؟ لازم تحتوي على شو؟ هلا نحن كمسؤولين عن منصات التواصل الاجتماعي، كل خبر نحن عم نبيعه نحن لازم نكون في عنا مصداقية فيه، وفي كمان عنا يعني مش بس نكون صادقين بنقل الخبر، كمان نكون يكون خبرنا بيس على دراسات، خصوصا إذا الموضوع بتعلق بالصحة. كل معلومة عم ننشرها سواء تحذير أو تنبيه أو لفت انتباه على أكل غلط أو أسلوب حياة غلط أو ممارسات يومية عم نعملها غلط بتأثر على صحتنا النفسية أو الجسدية، لازم أول إشي يكون في مصداقية بالحكي اللي عم نحكيه. وكمان نحن كمسؤولين على هاي المواقع كثير نتعرض لشركات تحب إنها تروج لمنتجاتها من خلال مواقعنا على التواصل الاجتماعي، خاصة لما يكون في عندك متابعين كبار. نحن لازم يكون في عندنا مصداقية إنه ما نحاول دائما نروج ل منتجات نعرف إنها هي بتأثر سلبا على المتابعين تبعونا. لازم يكون في عنا أخلاقيات بعملنا، وخاصة إن الناس عم تسمع وعم بترد علينا، فكثير مهم إنه نحن ما نتجه لهذا الاتجاه الترويجي بنشر المعلومات اللي ينصفي عم نحكي فيها معلومات غلط أو معلومات أو ترويج لمنتجات إنه ناس تستعملها وهي مو بحاجة لإلها، أو ترويج لأدوية أو يعني أنا بحكي لك عن تخصصي. نعم. ترويج لأدوية أو مكملات غذائية للتنحيف أو لتكبير العضلات، وكلنا بنعرف الفاد إفكت والسلبيات اللي تيجي للناس إنهم يستخدموا هاي المنتجات والمكملات. فكثير مهم يكون في عنا مصداقية بكل إشي عم ننشره، ونكون كمان يعني أنا دائما بحكي هذا الإشي إنه ما بزبط نحن نحكي المعلومة وما نطبقها نحن.